في أجواء أقل ما يقال عنها أنها متميزة. وككل عام ولما يقارب 30 سنة متتالية، نظم فندق الأمير بشراقة حفل ختان على شرف الأطفال المعوزين بحضور عائلاتهم وعديد الفنانين الجزائريين. مساء الخير، مرحبا بكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، مرحبا بالقناة الجندية زاد. مبادرة تاع كل عام، ماشي من اليوم، عندها 20 سنة. اليوم الفندق هو اللي يستكرف بالدراري، كاين بعض اللي تبرعوا، نقول لهم تبارك الله فيكم. نشكر كاع لي زارتيست، ونشكركم نتوما كقناة، نشكر كاع الشعب الجزائري، واللي يشوف برك عنده حسنة عند ربي. ومرحبا الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر. يا خويا بمناسبة عيد الفطر نقول الشعب الجزائري كاع كيما راه، اليوم ماشي عيد، اليوم جنة فوق الأرض، صحة عيدكم كاع. عندنا 19 ولد نختنوهم إن شاء الله ونفرحوهم هو ومواليهم. ايه كل عام صافي قريب 30 سنة وهو الحاجي يدير هذا الطبايع هذا، ووصل ولاده قال لهم باللي اتونسيون بالكوا بطلوا هذه العادة، وحنا فرحانين بهذه الحالة هذه. ولا كل عام نجوا لهنا ونفرحوا الحاجة، راه الله غالبها شي عيال اللي با فاتيكي، ان شاء الله نطلبوا له الشفاء، ووصل ولاده ويقوموا بالحالة، وان شاء الله قايمين كي مصطفى كي يوسف، ونقولوا صحة عيدكم وان شاء الله ربي يدومها.